عليك والله العظيم طردت علي ابراهيمي وكيل وزير ما استقبلنا ولا ما رادين من عنده شيء عمي لا رادين فلوس ولا رادين تعديل رادين مجرد بناتنا وجابوا اولادنا مجرد تحسين معدل اسوة بالسنين السابقة ما رادين عمر علينا بيته لا خوف الله عليه وعلى بيته بس خلي يستقبلنا يحكي ويانا يقول ذولا بشر حشر مو ازمايل شنو ذولا قاعدين ورحنا للمكتبة وقعدنا بالمكتب مالته ثالثة يطلع السكرتير يقول ما استقبلهم ويجي رجل معمم سيد من اهل بيت الله وقلت له عمي بع مامتك وعمامة رسول الله دخلني على الوكيل بع مامتك قام يحكي لي بالاصوليات ما عندي امكانيه ما عندي يقول اقعد ويا دكتور قصي يا قلت له ودي دكتور قصي يقول روح على دكتور قصي وين القى دكتور قصي وين القى مظلومين يابا مظلومين دكتور قصي رحمه لابوه وزارتك تعبانه ما حد يدار لحد احنا ناس كبرانين ناس تعبانين احنا عراقيين منك وبيك